عايزة برضو أعرف عملتي إيه في الإذاعة ساعتها؟ كان في برنامج في إذاعة اسكندرية، كنت بتروحي له ولا سبتيه وانتقلتي بقى لا، للقاهرة؟ لما جيت بقى هعيش في مصر، في القاهرة يعني، رحت الأستاذ حافظ وقلت له إيه، ما دام أنا بقى هعيش في القاهرة إديني جواب لبابشار وأمثل في إذاعة القاهرة. حلو قال قوي. لي حاضر، وراح كاتب لي جواب لبابشار وكاتب له أهديك صوتا جميلا ومثقفا مثقفا. رجاء الاستعانة بي في برامجكم. قعد بابشار طبعا يتريق شوية عليا ويقول لي يعني إيه مثقف، عايزة تبقي مذيعة؟ قلت له لا، أنا بعرف عربي كويس، أمثل بالعربي. فراح مكلم رئيس البرامج الثقافية، قال له خد يا سيدي، شوف حافظ كاتب لك إيه. في صوت جميل ومثقف. فقال لي تعالي اقري بيجربني، مسكني برنامج كده فيه ناريشن، الراوي والراوية. فقريت، قال لي لا والله عنده حق، أنت معانا في برنامج أماكن لها تاريخ. كان ثبتني برنامج في أسبوعي ربع لمدة ساعة ربع كل ساعة. أسبوع. أهو. استمرت في فترة يمكن شهرين أو حاجة، وراح في الميعاد قال لي لا سيبي أماكن لها تاريخ، أنت هتعملي لنا قال الفيلسوف. زعلت، لقيت قال الفيلسوف صفحتين والتاني ربع ساعة، وطبعا أجري ده غير أجري ده. فزعلت، ده تاخد مني برنامج ربع ساعة تديني وتديني برنامج 5 دقايق. صغير. قال لي عبيطة، ده برنامج يومي وهيتقال باسمك، يعني اسمك هيتذاع كل كل يوم يوم. في الإذاعة. الله. قلت له طيب حاضر هعمله. وكان وربنا كان كريم جدا معايا، استمر البرنامج، وفي كل ما يعمله برامجنا في الميزان يطلع من أحسن البرامج، وتجيلي جوابات كتير قوي، كل مرة طبعا. ألاقي مجموعة جوابات إعجاب بال وجوائز كتير جدا جدا خدها الحقيقة الحمد حقيقي لله. لحد وقت واستمر قريب، بقى يعني طبعا، مدة 40 سنة أقول يمكن. لك 40 سنة ده يعني، توقف بس بعد الثورة الأخيرة اهو. لأن الحاج سعد توفاه الله. قال الفيلسوف.